تفتكروا ليه الجو في المدن أحر بكتير من أي مكان موجود حواليها؟ أعتقد كتير مننا واخد باله إن المدن زي القاهرة مثلاً درجات الحرارة فيها بتكون أعلى بشوية حلوين عن درجة الحرارة في القرى اللي موجودة حواليها، كأننا عايشين في مايكروويف كبير. ناس كتير بتفسر ده إنه بسبب الزحمة أو بسبب التلوث أو الاحتباس الحراري، وفعلاً دي أسباب، لكن مش السبب الرئيسي. الموضوع أكبر من كده بكتير، وإلا طبعاً ما كناش عملنا حلقة النهاردة. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. الحاجة الوحيدة اللي بتعكنن عليا في الشتاء إنه كده كده هيخلص ويبدأ الصيف تاني والحر يجي تاني، وتظهر الناس اللي بتقولك بنحب الصيف أكتر من الشتاء. الناس دي غالباً مش عارفة إن في يونيو 2021 كان في حوالي 1400 حالة طوارئ بسبب الحر في واشنطن. واخدين بالكو، حالة طوارئ يعني الناس بتتعب وبتدخل مستشفيات. ده غير إن في إحصائية تانية بتأكد إن كل سنة في أكتر من 67,000 حالة طوارئ بتحصل برضو بسبب الحرارة في أمريكا. وفي أوروبا حوالي 4% من حالات الوفاة لأسباب غير طبيعية بتكون بسبب الحر. وخدوا بالكو، إحنا مش بنتكلم عن مدن موجودة على خط الاستواء ولا طبيعة المناخ عندهم حر، لا، إحنا بنتكلم عن مدن الجو فيها حلو. فالموضوع ما وقفش على الزهق والتلزيق، لا، ده في ناس بتموت. الغريب بقى إننا لو ركزنا شوية عندنا في مصر مثلاً هنلاقي دايماً في فرق بين درجات الحرارة في القاهرة والمناطق اللي حواليها، وده أنت أكيد لاحظته. يعني لو خدت عربيتك وبعدت عن القاهرة 3 أو 4 كيلو بس بتلاقي الجو بقى أحسن، حتى لو كنت في وسط الصحراء. ويا سلام بقى لو رحت قعدت في منطقة ريفية كلها خضرة ومية ووجهة حسن، ساعتها هتستمتع والحرارة هتقل أكتر. والفرق في درجة الحرارة ده مش بيكون درجة ولا اتنين، لا، ده ساعات الفرق ممكن يوصل ل 12 درجة كاملين، زي ما حصل في باريس مثلا. يعني الفرق اللي موجود بين قلب المدينة والمناطق اللي حواليها وصل في حالات انه بقى زي الفرق بين الصيف والشتاء. يعني لو بيتك في المدينة وشغلك برا المدينة، انت كده تقريبا بتغير فصل كل 8 ساعات. وخد بالك احنا هنا بنتكلم عن باريس، يعني اوروبا، يعني الجو عندهم حلو، ما بالك بقى عندنا احنا الفرق هيكون عامل ازاي؟ علشان كده هنلاقي المتخصصين بدأوا يدرسوا الموضوع ده، ليه الحر بيكون زيادة في المدن؟ ما احنا لازم نوصل لسبب، لان في الوقت اللي احنا فيه ده معدل بناء المدن بيزيد في العالم كله. أغلب العالم دلوقتي خلاص بقى ساكن في مدن، حتى المناطق الريفية أو اللي كنا بنقول عليها زمان ريفية، لو رحت شفتها دلوقتي هتلاقي شكلها اختلف تماماً، ما بقتش القرية بتاعت زمان، لا، دي وصلت لمرحلة من التحضر لأنها تكون مدينة بس صغيرة شوية. لدرجة إن معهد الفيزياء في لندن الاي او بي نشر بحث علمي سنة 2019 بيتوقع إن مساحة المدن على كوكب الأرض هتزيد لأكتر من الضعف خلال 30 سنة بس. يعني لو الموضوع مرتبط بجو المدينة، أمال هنعمل إيه لما مساحة المدن دي تتضاعف؟ والمشكلة كمان مش في دول زي مصر ولا مدن زي القاهرة، لا، إحنا بنتكلم على مستوى العالم. دول زي الهند والصين لو المدن اللي فيها اتضاعفت، تأثير ده على العالم هيكون عامل إزاي؟ وهنا بقى نيجي للسؤال المهم، إيه اللي بيخلي الجو في المدن يكون أحر بكتير من المناطق التانية؟ وعلشان نعرف الإجابة فخلينا نبتدي الحكاية من الأول. أعتقد كلنا عارفين إن مصدر الحرارة على كوكب الأرض هو الشمس. يعني لو نزلت في الشارع دلوقتي ووقفت في مكان فيه شمس هتحس بالحر جداً، يمكن أكتر بكتير من لو وقفت في مكان ظل، لأن ساعتها بتتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. بس بقى اللي أنت ما تعرفوش أو كتير مننا مش واخد باله منه قوي، إن الشمس مش بتبعت حرارة. أنا آسف على الصدمة بس دي الحقيقة، الشمس بتبعت طاقة، طاقة في صورة موجات كهرومغناطيسية. الموجات دي لما بتخبط في الأرض أو أي سطح عموماً، حتى لو كان السطح ده جسمك، ساعتها بس بتتحول لحرارة. يعني سطح الأرض نفسه هو أكتر حاجة بتسخن، لأنه بيستقبل موجات كتير بيمتصها ويعيد إشعاعها تاني في صورة حرارة، فنلاقي الجو سخن والصيف دخل. اتفقنا كده؟ طيب، بس برضو في حاجات تانية مهمة قوي، إن مش كل الموجات اللي بتنزل من الشمس بتتحول لحرارة. في بعض الموجات النباتات بتستخدمها في عملية البناء الضوئي، وفي موجات تانية ممكن تنزل على المسطحات المائية، بحار بقى، محيطات، أنهار، بتبخر المية اللي فيها، ده برضو جزء من الطاقة بس مش بيتحول لحرارة. في جزء تاني بينعكس أصلاً، الأسطح مش بتمتصه، ده كده رجع للمصدر أو للفضاء، مش عايزينه. وهنا بقى السر اللي دايخين عليه من أول الحلقة، الميزة اللي موجودة في الأرياف ومش موجودة في المدن، إن نسبة المسطحات الخضراء بتكون كبيرة.
يعني نباتات أكتر، يعني الموجات اللي بتيجي من الشمس دي مش كلها بتتحول لحرارة، لا ده جزء منها النباتات بتستخدمه في عملية البناء الضوئي. لا وكمان الأهم من ده إن التربة اللي موجودة في الأرياف بتكون متشبعة بالمية، تربة طينية والناس بتزرع فيها وترويها، لازم تكون متغرقة مية، فالأشعة اللي بتنزل هنا بتبخر كمان المية اللي في التربة، ودي برضو جزء من الطاقة. علشان كده أصحاب المحلات طول النهار وماسكين خراطيم وديها مية تديك طراوة. صحيح ده مش صح ومحدش يعمل كده، بس هو ده المبدأ العلمي. حتى المباني اللي كانت موجودة في الريف زمان كانت بتتبني من الطوب اللبن، والمادة دي علشان بتتعمل من الطين فبتمتص المية في الشتاء، وفي الصيف جزء كبير منها بيتبخر في الشمس، وبالتالي لما جزء كبير من الطاقة يروح في تبخير المية فالجزء اللي بيتبقى علشان يتحول لحرارة بيكون أقل. على عكس المدن بقى اللي كل المباني فيها معمولة من الخرسانة والطوب والإزاز، والأرض بنلاقيها يا إما طرق متغطية بالأسفلت يا إما مساحات بيعملوها بلاط ورخام وإنترلوك. الأشعة تخش جوه المدينة تبقى بتفلفص، هتموت وتخرج، ومفيش عنصر واحد بياخد بإيديها البرة، وده لأن كل المواد دي بتمتص الأشعة وبتحولها لحرارة. حتى نسبة المية اللي ممكن تمتص الطاقة وتتبخر مش موجودة في أغلب المدن. أنت أي مية بتتحرك في المدينة بتتحرك جوه مواسير أشعة الشمس مش بتوصل لها أصلا، وهو ده اللي عمل لنا مشكلة. المدينة بقت عبارة عن إسفنجة بتمتص طاقة الشمس كلها وتطلعها للجو حرارة، وتقدر تجرب ده بنفسك. لو وقفت في باركنج أسفلت تحت الشمس ورحت بعدها على طول وقفت في جنينة موجودة في نفس المكان، هتلاقي إحساسك بالحر في الجنينة هيكون أقل بكتير من الباركينج، حتى لو الجنينة دي ما فيهاش شجر يرمي ظل. يعني أنت هنا في الحالتين واقف تحت الشمس على طول والاتنين في نفس المكان ونفس درجة الحرارة، بس هتحس بفرق وبفرق واضح، علشان الأرض هنا فيها نباتات عايزة ضوء والتربة فيها مية بتتبخر، والناحية التانية أسفلت قافش في الحرارة زي الحرامية. علشان كده التأثير ده بيحصل في المدن بس، يعني ده بيحصل علشان بس المدينة موجودة، فالمدن بتبقى عاملة زي جزر من الحرارة. علشان كده المتخصصين بيسموا الظاهرة دي تأثير الجزيرة الحرارية، الهيت ايلاند افكت. ضيف على ده بقى التلوث وانبعاثات الكربون والغازات اللي موجوده في الجو، كل ده بيحبس الحراره في الغلاف الجوي مش بيخليها تخرج، وهو ده السبب اللي بيخلينا نحس ان الجو في المدينه احر بكتير من اي مكان تاني. طب تمام كده احنا عرفنا المشكله، وجه الوقت علشان ناخد اجراء تجاه هذا العدو المدعو تاثير الجزيره الحراريه. علشان كده المعماريين والمخططين لقوا الحل. احنا عايزين مدينه متحضره وفيها كل الامكانيات والتكنولوجيا وكل الكلام الجميل ده، بس في نفس الوقت ما تكونش هي السبب في القضاء على الكوكب. علشان كده لازم المدن يكون فيها روح الريف، بحيث يستفادوا من المستين، ياخدوا الحلو من هنا على الحلو من هنا ويعملوا الميكس، فهنلاقيهم بيزودوا جداً من المساحات الخضراء في المدن. كمان هنلاقيهم بيحافظوا على أي مساحات مية طبيعية موجودة، أنهار بقى، بحيرات، ترع، ولو ما عندهمش يبدأوا يعملوا هم بحيرات صناعية ونوافير. المهم يزودوا المسطحات المائية، حتى المباني. هنلاقي أصوات كتير بتدعو إننا نغطي المباني بالنباتات، اللي هو مادام كده كده هنستخدم خرسانة وطوب، طب ما تيجي نغطيهم بنباتات طبيعية علشان نقلل من إنتاج الحرارة. وفعلاً الموضوع ده انتشر جداً في مدن كتير، تحس المبنى قناص عامل تمويه. طب والأسفلت هنعمل فيه إيه؟ ما العربيات دي لازم تمشي على حاجة. بعض الدراسات اللي اتعملت لقت إن البحار والمحيطات على الرغم من إنهم بيستخدموا جزء من أشعة الشمس دي في التبخير، إلا إنهم كمان بيعكسوا 7% من الأشعة اللي بتنزل عليهم. وركز معايا هنا بقى، ركز معايا، بيعكسوا الأشعة نفسها قبل ما تتحول لحرارة، اللي هو يا شمس لا تقرصيني ولا عايز منك عسل. الغريب بقى إن النسبة دي بتوصل ل85% في القطب الشمالي بسبب الجليد اللي هناك، يعني الجليد بيعكس 85% من الأشعة اللي بتنزل عليه. والباحثين فسروا ده بإن السر في اللون الأبيض بتاع الجليد، وإنه بيعكس معظم الأشعة. لذلك مدينة زي لوس أنجلوس في أمريكا استفادت قوي من الدراسة دي، وبدأوا في بعض الشوارع يدهنوا الأسفلت بتاعها باللون الأبيض بدل الأسفلت الأسود اللي احنا متعودين عليه، علشان يعكس الأشعة وما يحولهاش لحرارة. كمان لما تبقى مغمقها وضرب أسود تلاقي دايماً طنط بتقولك البس ألوان فاتحة في الصيف، بلاش تلبس غوامق. بالك انت لو سمعت كلامي ولبست مشجر ساعتها هيفرق معاك قوي. اللي عايز أقوله في الآخر إيه؟ إننا دلوقتي دخلنا في حلقة مفرغة بنصمم مدن مش مدروسة بيئياً صح، وبالتالي المدن دي درجة الحرارة فيها بتكون أعلى، فبنضطر إننا نعتمد على التكييفات اللي ممكن تبرد الجو جوه المبنى، بس بترفع الحرارة أكتر بره، وتقدر تحس ده لو حطيت إيدك قدام الكمبريسر
اللي موجود بره تحت الشباك، ده غير انبعاثات الكربون اللي بتحبس الحراره دي في الغلاف الجوي، فنحس بالحر اكتر، فنجيب تكييفات اكتر، فتزود الحر اكتر واكتر، ونفضل بالشكل ده لغايه ما نقضي على الكوكب تماما. لان لو حتى احنا قدرنا نستحمل الحر، الحيوانات مش هتقدر، النباتات والمحاصيل كمان مش هتقدر، الجليد اللي في القطبين هيسيح، والنتيجة حرائق غابات وارتفاع منسوب البحار والمحيطات وأعاصير ما شفناش زيها قبل كده، ده غير المدن اللي هتختفي تماماً تحت المية. وكل ده ليه؟ علشان ما صممناش المدن بتاعتنا صح، ما احترمناش الطبيعة اللي ربنا خلقها. وخليك دايماً فاكر الجملة دي علشان هنكررها كتير في البرنامج، اللي بيجي على الطبيعة ما بيكسبش، والبيئة عمرها ما بتسيب حقها. وما تفرحش بقى بالمدن الكبيرة اللي عايشين فيها دلوقتي، علشان خلاص بقينا عارفين تأثير المدن دي ايه. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لايك وشير للحلقة، وخلونا دايما نتناقش في الكومنتات. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.